لقب، الاسم ما قبل الزواج، هذا بالنسبة للنساء، يعني إذا كان لقب مختلف قبل الزواج. أنت بالنسبة لك نفس اللقب ممكن، يعني نفس اللقب ممكن تحطه. الاسم الخاص اللي هو اسمك، تاريخ الازدياد المقصود به تاريخ الميلاد، مكان الازدياد يعني مكان الميلاد، الجنسية، المهنة، رقم الجواز، تاريخ تسليم الجواز يعني تاريخ الصدور، محل تسليمه يعني البلد اللي تم تسليمه به، البلد المتوجه إليه طبعا المغرب، العنوان بالمغرب. بس حبيت أعطيكم فكرة عن البطاقة اللي لابد إنها تتعبى قبل الدخول إلى الأراضي المغربية، وهذه البطاقة دي هياخدها المسؤول الجوازات في المطار، ونفس البطاقة دي لابد تكون معاك برضو معبأة وانت راجع من المطار الدار البيضاء الى